ديال التواصل مع رسول الله. انا كنقول دائما انا ما عرفتش في الظروف ديال السيد مندوب الصحه انه بالعكس من المصلحه الواحد يتواصل مع رسول الله. لا عرفتش مره تقدر ندور حاجه شي ولا لو كان انا ما كانش الرئيس يمكن يكون نائب الرئيس لما كانش المندوب يكون المسؤول ديال التواصل. بالعكس عين هو طبعا خص يكون يعني بطريقين نختاروا الطريقه يعني انا التقدير ديالي ما فيهاش عيب انه واحد المسؤول مره يخرج ويعطي بعض التفاصيل حوله. لي انا ما قراتش مثلا خلينا من الجائحه مثلا يمكن مره يخرج من المدير ديال التعليم المندوب ديال التعليم ويتكلم على الوضعيه ديال التعليم كيفاش غاديه. بالعكس المصلحه فيه يمكن يسمع مع الصحفيين بعض الامور اللي ربما وصلها المندوب ديال الصحه نفس القضيه. كنتمنى يكون هذا التواصل وان يرد. قبل يومين جات رساله مذكره من وزاره الداخليه ديال الولوج الى المعلومه. هذا راه الدستور اليوم حق الولوج الى المعلومه بمعنى ونظمها الدستور دار لها واحد التنظيم على مستوى الوزارات وانا ولد لها واحد التنظيم على مستوى الجماعات الترابيه. جات مذكره حنا كنعينوا شكون اللي غادي يعطي المعلومه للناس اللي غيطلبوها. طبعا كاين واحد البروسيدور هي كيفيه اعطاء المعلومه واش هي المعلومه اللي تعطى. طبعا الا سولت على شي واحد على واحد الشركه سميتها وشحال كتربح وكذا معناتها حتى تعطي معلومات خاصه ولكن المعلومات هي عامه. واحد الصفقه شحال تقام واحد الصفقه شحال غادي تدور الى غير ذلك شركه النظافه يعني امور اللي هي عامه هذه يجب ان تعطى للمواطنين.